النهاردة هنتكلم عن فيديو جديد، ازاي نغير الخلفية بطريقة سهلة جدا. هندوس على البلاس، هنا هنختار الصورة اللي احنا عايزينها، دي صورة الخلفية بتاعتنا. هنعمل اضافة للصورة اللي احنا محتاجين نحطها، نغير الخلفية بتاعتها، حطيناها. هنكبر الصورة وندوس على الاستيكة. هنصغر الاداة بتاعت المسح، وهنعمل مسح لحروف الشخصية بتاعتنا او اللي احنا عايزين نغير عليها كده. طبعا انا بعمل حاجة كروكي سريعة، بس انا يعني مجرد ما بدي الفكرة بس مش اكتر، عشان الحاجات دي بتاخد وقت لو قعدنا نعملها مظبوط. سريع سريع اهو، دي طريقة من طرق الخلفيات، ليها طرق كتيرة قوي قوي قوي، فدي واحدة منهم انا بحب اشتغل بيها لانها اسهل بالنسبة لي كده. انا بحاول سريع سريع عشان اخلص الفيديو ما ياخدش وقت كبير، عشان الكل يقدر يتفرج عليه. تمام كده، خلصنا حروف الصورة بقت كده ايه، جاهزة عندنا. هصغر واكبر زي ما انا عايزه. انا كده خلاص حددت الصوره وغيرت ايه الخلفيه بتاعتها، بحطها. بس المهم ان انت بتختاري الخلفيه قبل ما تحطي الصوره اللي انت عايزه تعملي لها الخلفيه، لان الخلفيه ما بتتغيرش، الخلفيه ثابته، انت بس اللي بتغيري، بتميلي، بتعملي، هو ده بس الشغل. لكن هي كده خلاص الصوره خلصت، بنعمل سيف وبنعمل اوكي وخلص على كده. استنى كل فيديو جاي ان شاء الله.